ازاي نحافظ على صحة الشعر من التلف او من التقصيف. اول حاجة قبل ما اقول لكم، اتمنى ان انتوا تعملوا لي متابعة وكمان تضغطوا على القلب وتعملوا شير لاصدقائكم عشان كلنا نستفاد. تعالوا بقى ندخل في اول حاجة ان احنا نحافظ على صحة الشعر من التقصف او الجفاف او التلف. اول نقطة هتكون معانا، على الاقل لازم نغسل شعرنا مرتين اسبوعيا، مش اكتر ولا اقل، يعني ماكسيموم يكون 3 مرات اسبوعيا، لان كتر غسيل الشعر بيدمر الشعر وكمان بيسبب له تساقط. تاني نقطة، لازم ان احنا نستخدم كريمات مرطبة لنهايات او اطراف الشعر، ونبعد عن الجذور عشان برضو ما يسببش قشرة وتساقط. تالت حاجة، ان احنا لازم نقلل استخدام المجففات اللي هي زي السشوار بقى والمكوى والكلام ده، اللي هو ما نعرضش الشعر للحرارة بشكل كبير. رابع حاجة والاخيرة، ان احنا نحافظ على شعرنا انه يبقى دايما صحي، ان احنا نقص اطراف الشعر كل 8 اسابيع. بس كده، دي كده كانت معلومة النهاردة. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.